كتعجل كتعجل الكلمات عن الوصف او التعبير لسان على التعبير. انا كنشوف قدامي كم الهائل من الحضور الرائع اللي شرفني وشرفني بمدينه العرائش اللي كنعتبرها الملهمه ديالي. الحقيقه هي اللي زادتني رغم ان الكتابه كانت عندي هوايه، الا ان كنحس بان العرائش ساحه دار المخزن كوماداسيا اعطتني الهام اكثر باش نزيد نبدع ونزيد نعطي القلم ديالي. واللي خلاني نالف روايه امل حياه ان شاء الله كنحس بان ان شاء الله باقي المزيد باذن الله. الحضور بصراحه كان رائع، الشعر كيفو بصراحه القلب ديالي كان فرحان، كنت كنحس فعلا بانهم كيحتفيو بعيد المرأة. هو الاحتضان، هو الاحتضان ديال الاحتضان ديال المنتج ديالك الفني، ويعني التثمين ديال اعطاء قيمه يعني اكثر. فعلا فعلا نعم. والكتابه يعني كيف جيتي الكتابه كيف جيتي ليها يعني باش تجهت الكتابه؟ نعم هي في حقيقه الكتابه كانت من منذ الصغر، يعني كنت من طبعي كتومه يعني قليله الكلام، كنت اي حاجه كتزعجني اولا كنت كنشعر بالحزن اولا الفرح، وغالب الاحيان عندما كنت كنشعر بالحزن يعني غالبا كنت كنكتب كنعبر على ما يخرج في قلبي زعما، وكان نوصف اي حاجه كنشوفها زوينه. نعم بالنسبه للروايه الموضوعات ديالها يمكن نصنفها يعني بانها روايه اجتماعيه وروايه يعني من النوع ديال الروايه. هي هو النوع ديال الروايه في حقها اجتماعيه انسانيه، ربما كاين واحد المساحه الرومانسيه بالحق هي كنقدر نصنفها اخرى يعني احسن نعطي النقاد هما اللي غيصنفوها يعني باش نصنف، ولكن كنظن بان هي كانت روايه اجتماعيه. نعم اذا الروايه الاجتماعيه دائما كتطرح موضوعات عندها علاقه بالاخص يعني هي السيره الذاتيه اللي العلاقه ديالها ما بين الذاتي وما بين الموضوع يعني بصراحه ما عندها علاقه مع السيره الذاتيه. ربما هي تحكي يعني لا ربما الكاتبه يعني احتضنت البطله وعاش حكايتها وحست بها وحاولت تجسد قصتها على يد القلم. والاهم من هذا هو ان السرده يعني والعلاقه ديالك المسافه ما بين السرد وما بين الكاتب هي مسافه يعني كما كيقولوا وقع الالتحام ما بين شخصيه يعني تعاطفتي معها. هذه العلاقه وهذا كيبين الصدق في الكتابه. الصدق في الكتابه لان عشتي سكنتك سكنتني البطله لدرجه في وقت ما احسست بانني انا امثل شخصيه البطل. نعم وهذه البكورة الأولى يعني ماذا يمكن أن يعني بالنسبة للقادم يعني كنا كتابات جديدة تعيدني بها القارئ؟ كتابة كانت هناك بالأحرى كنت في صدد كتابة مجموعة قصصية بعدها تحولت وتوقفت كما ذكرت توقفت في قصة قصيرة أثارتني بطلة القصة القصيرة لأحولها إلى رواية. نعم والمفاجأة الأكبر هو أن يعني فاجئتنا بهذه الروايه هذه يعني واحتضنك الجمهور يعني العرائشي والقصر يعني كان حاض لكم كله حاضر. ربما احتضن الابداع المركز الثقافي بالعرائش بشخص المدير احمد الشرقي الذي اقول له كل الحب والاحترام والتقدير لانه شخص بغض النظر عن انه زوجي هو شخص خدوم يحتضن المواهب والصاعده ويساعد ويدعم، وهذا لا يقتصر على مدينه العرائش فقط ربما على الاقليم كله. نعم بالنسبه للروايات تم توقيعها في معرض الكتاب بالدار البيضاء والان هذا التوقيع الثاني.